أيقونة الشرق تتألق في قرطاج، شيرين تواصل التحدي، هيفاء وهبي تتجاوز أزمة المنع في مصر، محمد رمضان يواجه الانتقادات مجدداً، ورحيل ساحر النساء. إليكم الأبرز في أسبوع. بعد غياب 12 عاماً عادت أصالة للقاء جمهور مهرجان قرطاج في حفل جماهيري اختتمت فيه فعاليات الدورة 58 من المهرجان، حفل ترددت أصداؤه بقوة على منصات التواصل في تونس والعالم العربي. أدت فيه أصالة مختارات من أشهر أغانيها منذ بدايات مسيرتها الفنية وحتى أحدث ألبوماتها. فلسطين عربية عربية، القبلة الأولى والقضية. ولم يتوقف جمهور مسرح قرطاج الأثري عن مشاركتها في أداء أغانيها التي بدأ يحفظها عن ظهر قلب، بما في ذلك المواويل، لدرجة بهرت المطربة الملقبة بأيقونة الشرق. وشاركت أصالة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام لحظات السعادة التي عاشتها مع جمهور قرطاج. وخلال الأسبوع الماضي تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عناوين الأخبار الفنية بإصدارها 3 أغنيات جديدة عبر حسابها الجديد على منصة إكس وقناتها الجديدة على يوتيوب، كما أطلقت حسابين جديدين على فيسبوك وإنستغرام وسط تفاعل واسع من محبي شيرين على منصات التواصل. وقامت شركة روتانا بحذف الأغاني الثلاثة من قناة شيرين الجديدة على موقع يوتيوب وحسابها الجديد على منصة إكس وسط تصاعد النزاع القانوني بين الشركة السعودية والفنانة المصرية، حيث تصر الأخيرة على أن عقدها مع روتانا انتهى، بينما تؤكد الشركة أنه لا زال مستمراً. كما تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عناوين الأخبار الفنية الأسبوع الماضي بعد قرار نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية في مصر بإيقاف منحها تصاريح العمل لحين تسوية نزاع مع شركة إنتاج وآخر مع متعهد حفلات. لكن سرعان ما تجاوزت هيفاء وهبي أزمتيها مع النقابتين تباعاً بالصلح، ورفع قرار منع العمل في مصر عنها، وظهرت في فيديو من مقر نقابة المهن الموسيقية توجهت فيه بالشكر للنقابة على تفهمها ودورها في تقريب وجهات النظر. شكرا لنقابة الموسيقيين ولتفهمها ولتقريب وجهات النظر ولوقفتها جنبي، وهي يعني نقابة يعني أمانة. وعادت هيفا لتتصدر محرك البحث جوجل مجدداً بصور حديثة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام حققت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل. وبعد أن أكد الفنان المصري محمد رمضان عزمه على الذهاب إلى بيروت ولو على الخطوط البحرية وإقامة حفله في موعده، أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن إلغائه بعد أن كان مقرراً في 17 من آب أغسطس الجاري بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. وفي سياق آخر، واجه النجم المصري المثير للجدل الأسبوع الماضي انتقادات على منصات التواصل بسبب مشاركته في إعلان لأحد المشروبات الغازية الشهيرة التي تواجه علامتها التجارية دعوات بالمقاطعة في العالم العربي بسبب مزاعم دعمها لإسرائيل. وبسبب تأجيله لحفله المقرر في الإسكندرية لأسباب طارئة بعد أن أكد سابقاً إقامته في موعده، أثار الفنان المصري محمد منير قلق محبيه على صحته، وذلك بعد تقارير عن دخول الكينج المستشفى لأيام وخضوعه لعلاج مكثف مطلع الشهر الحالي بسبب معاناته من مشاكل صحية في الكبد والكلى. وكان منير قد ظهر خلال حفله في افتتاح مهرجان العالمين الشهر الماضي بوجه منتفخ ووزن زائد. ونختتم الأبرز بخبر رحيل النجم الفرنسي ألان ديلون عن عمر 88 عاماً، ويوصف الراحل بساحر النساء وأسطورة السينما الفرنسية. ووصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تدوينة نعاه فيها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بنصب تذكاري فرنسي.